هولندا. يبدأ المشوار في كأس العالم مع المباراة الافتتاحية، مباراة عليها تركيز كبير لأنها تعلن انطلاقة أكبر حدث على مستوى العالم، بطولة يتابعها عشاق كرة القدم وحتى غير متابعين ربما لكرة القدم، بطولة يحلم فيها الجميع، الكل يبحث عن لقبها، الكل يبحث عن المشاركة فيها، الكل يريد أن يصل صوته إلى العالم من خلال هذه البطولة، ثم أن الكل يريد أن يحقق الفوز والنجاح والتاريخ في هذه البطولة. مفيش مغامرة في مباراة اليوم، لا توجد فرص على المرمى، مباراة مملة بصراحة. هنا كرة عرضية. هولندا يحصل على الركنية الأولى في المباراة. دفاع ينجح في بعض الكرة عن منطقة الخطأ. هولندا ممكن يستغل هذه الفرصة. هذه هي كرة القدم. ميسي يحاول تمريرها من بين المدافعين. كرة على اليسار، كرة تعود إلى منتصف الملعب، كرة تلعب على الجناح. الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. التسجيل يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية بكل قوة بكل إصرار يواصل ليونيل ميسي. الكرة إلى خارج المرمى. تدخل في توقيت حاسم. يلعبها في المساحة. ليونيل ميسي. لعبة جميلة هنا. يلعبها على طرف الملعب. ينجح في المرور. يرفع كرة. يسد. اوه القائم مرة اخرى يحرم اللاعب من التسجيل. ليونيل ميسي. روعة. الكرة في المرمى. ليست قطعة قماش على ذراع. بل هي حكاية شخصية وامكانيات وقدرة هائلة جدا على قيادة المجموعة. كبير جدا من القائد.
إيجابية على الكرة، نقل الكرة بشكل رائع بسرعة بدقة في التمريرات، خلق الفرصة ثم جلب الهدف. بالتأكيد لا تسعدهم الآن، سنتأكد من قوة رغبتهم وقدرتهم على التعامل مع المباراة بشكل جيد. هل من عودة بالشوط الثاني؟ ركلة بداية الشوط الثاني أعزائي المشاهدين. هولندا يجب ألا يندفع خوفا من الخسارة، بكل تأكيد مطلوب منها التقدم، الاندفاع بالهجوم، ولكن أيضا لابد من أن يكون هذا الشيء بحساب. كان لكن النهايه لم تكن ناجحه. مارتينيز حاول بضربه راسيه لكن غاب عنها التركيز، بالتاكيد يلوم نفسه بعض الشيء على ضياع هذه الفرصه. في الوقت المناسب يتدخل، تلعب الكره الى الامام، يحاول أن يلعب كرة بينية. ديونغ، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ والآن لديه مساحة كبيرة، تمريرة بعيدة بدون خطورة. عليهم أن يتحركوا بسرعة أكبر في الملعب حتى يشكلوا خطورة حقيقية على المنافس. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. هذا هو النهج اللي المفروض الفريق يتبعه في الملعب بدون شك. محاولة لخلق فرص هجومية. الأمور تصبح مثيرة الآن. باريدس، كرة طولية إلى الأمام. دي ليخت يتدخل في الوقت المناسب. كانت مرتفعة قليلا عن الأرض، ولكن أيضا تعامل ممتاز من جانب حارس المرمى. قام بعمل رائع في التحضير من أجل التسديدة، لكن في النهاية لم ينجح في وضعها في الشباك، كان يحتاج إلى دقة أكبر. ولا تغيير سيتم مع توقف الكرة. وصلوا على رمية جانبية. أداء دفاعي غير عادي. مارتينيز بعيدة تماما عن المرمى. الأرجنتين يقوم بتغييرات بالجملة هنا. هولندا ربما كان بإمكانهم استغلال الفرصة الأخيرة بشكل أفضل، لكن واضح أنهم يحاولون بشتى الطرق تسجيل التعادل. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة. دي ماريا، كرة طولية في المساحة الخالية. ها هي صافرة النهاية.